السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على صاحب الشيب الخضيب السلام على صاحب الثغر المقروء بالقضيب السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء يقول الشيخ البياني رحمة الله عليه وجد قطعة من الدر مكتوب عليها أنا ذر من السماء نثروني يوم تزويج والد سبطين كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني لماء نحر الحسين يقال أن أحد المزارعين رأى قطعة من الحديد في أرض كربلاء مكتوب عليها هذه الأسطر أنا المحدد شظايا ركان لا تنكروا حمرتي الدم في جمال أنا وقعت على قلب الحسين وقد خرجت من ظهره والدم خفض بني عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء عظم الله لك الأجر يا أبا محمد عظم الله لكم الأجر سادتي موالي أهل البيت عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان سترفع اليوم يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين عظم الله لك الأجر سيدتي يا فاطمة التي في مثل هذا اليوم تنظر إليه وهو على رمضاء كربلاء تنادي حسين يا ولدي وصير الدم فوق الجسم منك غطاء ورجل الشمر عليك اليوم
الخطا وانت تفحص بالرجلين يا ولدي. من الوالد يا حسين يا ابني يا من رد ذبحك؟ ذبحني ذبحني اسعدني على ابني التحبني. يا والله اسعدني على ابني يا شيعاً وانين. لما ثنيت أنصار أبي عبد الله أقبل إلى الخيام رآها خالية، دخل خيمة الأنصار رآها خالية، جاء إلى خيمة بني عقيل رآها خالية، مضى إلى خيمة العباس وإذا هي خالية. نعم جاء إلى أرض المعركة اتكأ على قائم السيف، نادى أصحابي يا أصحاب الوفاء وليوث الهيجاء، ما لي أناديكم فلا تجيبوا، أأنتم مرضى فأعالجكم أم جرحى فأداويكم أم موتى؟ فحال بيني وبينكم ريب المنون. أحبائي لو غير الحمار أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبون. إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبون. ثم رجع إلى الخيام، استقبلنه النساء في مقدمتهن زينب، نادى أخي زينب من ذا يقدم للجواب؟ ولامتي الصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواب تقوده والدمع من ألم الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي شجنا، فيا ليت الوداع يطول ما في الخيام. وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل. جاءت إليه زينب بالجواب وقد أمسكت بشكيمة، قالت له أبا عبد الله أرأيت أختان كأختك زينب؟ أرأيت أختان كأختك تقدم لأخيها فرس المنون؟ قال أخي زينب أرأيت أخان كأخيك الحسين؟ قتلت رجاله وفنيت أنصاره وبقي وحيدا فريدا لا ناصر له ولا من. عظم الله أجوركم. نادى في النساء أم كلثوم رباب سكينة عاتق عاتك، هل ممنها للوداع؟ فهذا آخر الاجتماع. عظم الله لكم الأجر. بدأ بزينب، أخي زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، فاصبري فالصبر من خيم كرام مترعي، كل حي سينحيه عن الأحياء حين، واجمعي شمل الأيام بعد فقدي وانضمي، واشبعي من جاع منهم ثم أروي منظمي، واذكري أني في حفظهم طل دمي، إنني من بين
خير الصابر ما كان على الرزل جليل. واترك اللطم على الخد وإعلان العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين. أخت آتيني في طفلي أراه قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدى والدمع مراق. يتلظى ظمأ والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين. فبكى لما رآه يتلظى بهوام، بدموع هاميات تخجل السحب السجام. فنعى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين. فدعا في القوم يا لله للخطب الفضي، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضي. لاحظوه فعليه شبه الشفي، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشاتين. عجلوا نحوي بماء أسقي هذا الغلام، فحشاه من أوام فاضطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القوم بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليد. وحسينا وسيدا فالتقى مما هما ممن حار الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء. فجعل قوم بقتل الطفل قلب الوالدين، تلقى حسين دم الطفل بيد. شحال ليجتل بحضن أولاد، سألوا ترس جفة من وريد. ورمى به نحو السماء وقال: اللهم لا يكن طفلي هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالح. عظم الله لكم الأجر. جاء به إلى الخيام، خرجنا النساء إليه، لما رأيناه نادينا: وغربتان وحسينا. نادى فيهن للوداع أخي زينب، أم كلثوم، رباب، عاتك ليلى رملة، هل ممن للوداع؟ فهذا آخر الاجتماع. أقبلنا النساء إليه، هذه تحنو عليه تشمه، وتلك تضمه، وتلك تقول: في أمان الله يا حمانا، في أمان الله يا ذرانا. فرا حواسر والإزر بالحال طاحت، والكل على حسين اشبحت والروح راحت. وتجلدت زينب على الشدة وصاحت: بعدك يا خويا هل نساوي تلتجيوي؟ الزم الصبر يا زينب. قالت: صبر مالي يا بعد اهلي على فرقه. قالت: صبر مالي يا بعد اهلي على فرقه، للموت خدني يا عضيد الروح وياك، للبر تضيعنا بها وللشده دخرنا. وقبلت نحره وصاحت: الله وياك يا حسن. عظم الله وجوهكم. نظر في وجوه النساء فلم يجد سكينة. قال: مالي لا أرى سكينة.
سكينة، قيل له أن سكينة جالس في كسر الخيمة. لا تستطيع أنا وداعك يا أبا عبد الله. جاء إليها وإذا بها جالسة في زاوية الخيمة واضع رأسها بين ركبتيها. بني سكينة ارفعي رأسك. أبا حسين بمن أرفع رأسي؟ أبا اجلسي على الأرض. جلس على الأرض. قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. حسين ماذا أقول له؟ قال يا رباب لقد قطعت أنياط قلبي، قولي لهم أنا عزيزة الحسين. عظم الله لكم الأجر. ومضى إلى الميدان وهو لا يزن الحرب إلا بمثله. نادى يا ابن سعد هذا الماء يلوح بصفائه وبنات رسول الله عطاشا، قد حال بينهم وبين السماء كالدخان من شدة العطش. فقال له شمر يا حسين لو كان وجه الأرض كله ماء ما سقيناكم منه قطرة. عظم الله لكم الأجر. فطلب من يبارك
الفارس يأتي إلى الحسين والراجل فيعادله بضربة، فقال ابن سعد: ويلكم، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، لئن بقي فيكم على هذا الحال أفناكم عن آخركم. ما الذي تريد يا ابن سعد؟ قال: احملوا عليه حملة رجل ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي. قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرم، قد حان حيني وقد لاحت لوائح. عظم الله اجوركم، داروا على امامكم من كل الجهات شلون يدخل على أولاده كل جراحات والنبال في كل أعضاء بدنه. يقولون راح على الخيمة من الخلف، نادى بصوت خفي: أختي زينب. خرجت إليه فخر المخدرات: ما إن مضت على هذا الحال، الدماء تسيل من كل ناحية. نادت: واغوثا. لئلا يسمع العيال والأطفال. قالت: ما الذي تريد يا نور عيني؟ قال: علي بمنديل حتى أشد بها جراحاتي. دخلت زينب إلى الخيمة، أخذت منديلا جاءت به إليه: أبا عبد الله، أي جراحاتك أشدها؟ الجرح الذي في رأسك، أو الجرح الذي في يدك، أو الجرح الذي في صدرك؟ كشف الحسين عن خاصرته، ناداه: خي زينب، هذا الجرح يؤلمني. أحسن الله لكم العزاء.
قد قتل ولده وأهل بيته 14 من الحسين، وإنه ليحمل على القوم فيفرون من بين يديه كالمعز إذا شد عليها الذئب. عظم الله أجوركم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. شيع موالين اشتد به العطاش وقف ليستريح قليلا. ولا أسمع له صوتا، وإذا الجواد كما يقول
بها. كانت زينب واقفة على باب الخيمة، نادت: أيها المهر توقف، لا تحم حول الخيام، واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام. كيف تستقبلها؟ ينتظرون إمامهم، ينتظرون أبوهم الحسين. قف مكانك لا تصل. عظم الله لك الأجر يا سيدي يا صاحب الزمان. يقول في زيارة الناحية: فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور بالعويل منانيات، وإلى مصرعك مماذرات. فلما رأينا شمرا جافيا على سطره مولبا سيفه في نحره، ألم المنان وحسينا. وسيدا ظلت تنادي: يا شمر برد خلي، عظم الله لكم الأجر. جاءه شمر بن ذي الجوشن وقد ضيق لثامه. نعم، لما رآه الحسين قال: اكشف لي عن لثامك ووجهك. كشف له عن لثامه، قال: صدق جدي رسول